هعرف حضراتكم دلوقتي على حكاية من الحكايات اللي ممكن تتحط تحت عنوان واحد: الإخوات ثم الإخوات ثم الإخوات، أهم حاجة في الدنيا. سيدة لم يكتب لها يعني إن هي تبقى أم، لكن الأمومة بالنسبة لها كانت قرار، قررت تبقى أم لإخواتها، ربت إخواتها تقريبا الصغيرين كلهم بعد ما أهلها أو أبوها وأمها اتوفوا، وطبعا قررت ما تتجوزش لأنها مش هتعرف تاخد بالها من أولادها، إخواتها اللي هم بقوا أولادها، ومش بس كده، وكمان أولاد إخواتها هي اللي ربتهم بعد ما فقدت واحدة من إخواتها. أم رامي واحدة من سيدات مصر الحلوين، عشان كده احنا النهاردة يعني نقول ان دي الفقرة بتاعتنا النهاردة اللي فيها ناس حلوة اللي كرست كل حياتها علشان تخدم اخواتها واولاد اخواتها. انا ام سلمة وبينادوني ام رامي. انا عندي 61 سنة، ما اتجوزتش، ابويا مات وانا عندي 15 سنة، وانا الوسطانيه وساب لي 5 اخوات. طبيعي كان بيبيع شتفكة، ولما توفى انا اختي ما كانوا بيتابع فكه، ما فيش حد، اخواتي ما كانش يعرف، فضلت اجري واشقى لحد ما ايه انا جوزتهم بيتابع واشتري واروح عند ربنا، وجيت انا دلوقتي جوزت عيالهم. كان بيتقدم لي عرسان كتيره بقى، كانت ما كانش ينفع عشان اخواتي. لو انا فكرت في الجواز واخواتي دول كانوا هيتستروا ازاي؟ ما اقدرش اقول ماني مالي، ان ابونا كان معلمنا كده، كلنا نحب بعضينا. عملت مصلحه اخواتي، خفت عليهم عشان ما اخليهمش يمشي كده ولا كده، ودول صبيان، انا اعمل ايه لحد هذا الوقت وانا ما جوزتهم ما شفتش عيل عمل لي حاجه ولا جاب لي مشكله ولا حاجه. رامي ده ابن اختي اللي توفت، عشان اصلا ما يقدروش يقولوا لي يا وايد، حدش يعرف ان انا اسمه وايد، هنا في الشارع بس اللي عند البيت يعرف هو وايد، لكن انا قاعده في الشارع في الموقف لازم بينادوا باسم ام رامي. انا شايله الموضوع ده وانا عندي 15 سنه. اللي انا عملته مع اخواتي حاجه طبيعيه، عند ربنا حاجه كبيره. انا كنت بصلي كده واقول له يا رب اقف معايا وقويني عليهم. كنت ببقى ماشيه في سوق العبور اعيط وابكي مش عارفه امشي، واقول له يا رب انت شايفي، قويني يا رب وساعدني. ربنا مش سايبني اصلا ومقويني ومساعدني، كان يعني ربنا بعت لي رزق عشان دول يتامى. بصي كان الحمل تقيل بس كان ربنا بيقف معايا، كنت بلاقي ما معيش ولا يا ربنا يبعت لي. هم الحبايب وكل الدنيا عارفه ان انا رفضت اي حاجه عشانه. انا كنت زمان بعت عمري عشان اخواتي، انا كنت زماني متجوز ومعايا عيال، رفضت كل الحاجه دي عشانه. بيقولوا يا امي بالفم المليان، يا ام انا امه، انا ما احتبرتش انا امه، انا دلوقتي امه مش اخته، ما بيقولوش غير يا امه.